أي حد فينا لما بيبدأ مشواره مع الحياة بيعلموه القراءة والكتابة. أول حاجة بيعلموها له هي ألف ب ج د، وبالإنجليزي A B C D وهكذا، الترتيب الأبجد اللي احنا كلنا عارفينه. طب حد سأل نفسه اشمعنى الحروف مترتبة كده؟ وليه مسميين الحرف العربي كل حرف باسم؟ ليه ما بنقولش زي الإنجليز A B G D وهكذا؟ حقيقة الأمر إن التصنيف ده سواء الحرف أو التسمية بتاعته بيعود لأول أبجدية اتعملت في التاريخ. هات ودنك وخليك معنا شوية. الشعوب الكنعانية واحدة من أقدم الشعوب السامية، تقريبا من الجيل الأول منها. بدأت هجرتها على دفعات من موطنها الأصلي في شبه الجزيرة العربية لفلسطين وساحل الشام. ده حصل تقريبا خلال 2000 سنة وقبل الألف الرابعة قبل الميلاد. على عكس الأكاديين، ما كانش فيه أمم قبلهم بتسكن بلاد الشام، ما فيش أي نقوش أو أي روايات قديمة بتقول الكلام ده. أسس الكنعانيين 4 ممالك متفرقة بطول ساحل الشام. الأولى كانت في الشمال وعاصمتها في جزيرة أراود، والتانية في مدينة جوبيل، والتالتة في صيدا، والرابعة في صور، المنطقة اللي سماها اليونانيين فينيقيا. التسمية دي يوناني على فكرة، مش هي دي التسمية الأصلية للمنطقة. ده غير بعض الممالك الصغيرة اللي بتعيش فيها أمم بشكل بدائي على التنقل والرعي، في أدوم ومؤاب وبن عمون، ودول كانوا في الداخل شرق البحر الميت ولغاية صحراء الأردن. ورغم أن الشعوب دي كلها كانت هويتها تقريبا واحدة ولغتها برضو تقريبا واحدة، ولكن بتنقسم لعدة لهجات قريبة من بعضها، ألا إنهم ما فكروش إن هم يوحدوا مملكتهم على أساس قومي. ده اللي خلى الشعوب الكنعانية تتأثر بشكل كبير بالشعوب والأمم المحيطة بيها. الحيثيين مثلا، واللي سكنوا في منطقة آسيا الصغرى، سيطروا على شمال سوريا لفترة من الزمن، والمصريين اللي في عهد الدولة الحديثة حكموا مساحات واسعة من أراضي كنعان، وكمان شعوب البحر اللي جت من جزر البحر المتوسط علشان تسكن بعض مدن الساحل الشامي ودابوا طبعا في النسيج الكنعاني، او حتى ولاد عمهم من الاراميين اللي سكنوا منطقة الجزيرة الفراتية وشمال شرق سوريا، بالذات لما توسعت الامبراطورية الاشورية واخضعت كل بلاد الشام خلال القرن الخامس قبل الميلاد. وده اللي ساعد بعد كده على اندماج الهويتين والقضاء شوية بشوية على اللغة والثقافة الكنعانية بشكل عام. وده قبل ما يدخل الإسكندر الأكبر بجيوشه منتصف القرن الرابع قبل الميلاد ويقضي تماما على البقية الباقية منها. كل ده ساعد على تمييز الشعوب الكنعانية عن غيرهم من باقي الشعوب السامية. يعني مثلا على عكس الأكاديين في العراق اللي كانوا بيميلوا للروحانيات، بيلتمسوا الآلهة بتاعتهم في السماء بين النجوم والكواكب والشمس والقمر، دايما بيبنوا زجرات مرتفعة علشان يقربوا قدر المستطاع من الآلهة. كمان كانوا بيؤمنوا بالحياة بعد الموت والحساب والجزاء، إما جنة أو إلى الجحيم. كانت الشعوب الكنعانية مادية إلى حد ما، الآلهة بتاعتهم بتعيش على الأرض معاهم حسب تصورهم، فوق قمم الجبال أو في الغابات المهجورة، غابات الأرز في لبنان. ما كانوش بيؤمنوا قوي بالحياة بعد الممات، هي بس حياتنا اللي احنا عايشينها بعدها مفيش. ده اللي شجعهم ان هم يهتموا بالتجارة والزراعة وركوب البحر، النواحي المادية يعني. خلال القرن الاول قبل الميلاد اسس الكنعانيين عديد من المستعمرات على ساحل البحر المتوسط في الشمال الافريقي وصقلية وجنوب ايبيريا اسبانيا حاليا. الكلام ده قبل ما يبنوا الاغريق مستعمراتهم بزمن طويل، وده كان حافز اكبر لتطوير اللغة بتاعتهم، بالذات نظام الكتابة بحيث ان هو يكون عملي بشكل كبير ويساعدهم في معاملاتهم التجارية. احنا مش بتوع ادب وشعر وكلام من ده، احنا ناس عمليين. وتشكلت لغة الكنعانيين خلال الالف الثانية قبل الميلاد، وتعتبر من الجيل الاول برضو من اللغات السامية. علاقتها تعتبر مباشرة باللغة السامية الام، انسلخت منها بمجرد استقرار الكنعانيين في بلاد الشام خلال الالف الرابعة قبل الميلاد.
وبعد كده حصل فيها بعض التغيرات ناتجة عن تأثرها بإخوانها من اللغات السامية التانية. ولأن الكنعانيين كانوا ناس عمليين زي ما قلنا، فمالوا إلى الاستسهال في اللغة، اختفت بعض الأصوات السامية الأصيلة من اللغة زي الحروف الأمامية اللسانية الث والذال والظه والغين، تحولت إلى شين أو سين أو عين. في نفس الوقت حافظت على أصوات تانية علشان تبقى مميزة ليها، أهمها السين التانية أو السين المفخمة، الحرف اللي كانوا بيسموه سامخ. الصوت ده مش موجود في اللغة العربية ولا في الأرامي، ولكنه موجود في الكنعاني والعبري القديم. اشتملت اللغة الكنعانية على 22 صوت، منهم حروف العلة أو الحروف المتحركة الثلاثة، حافظت على التفرقة بين المذكر والمؤنث في الأسماء والأفعال. كانوا بيأنسوا الاسم بإضافة ه في آخر الكلمة، وته لو كان مضاف أو بعده اسم معرف، والجمع كان بإضافة إيم في آخر الكلمة لو مذكر، وآت لو مؤنث. بالنسبة للضمائر أنا وأنت وهو وهي وهكذا مش بتفرق كتير عن إخواتها في اللغات السامية، وإن كانت بتقرب من السامية الشمالية عن الأكادية ولغات أهل العراق. الأفعال فيها بتاخد صيغة الماضي والمضارع والحال، لو أضيف واو للجزر الاشتقاقي للفعل خلاص بقى فعل ماضي، ولو أضيف ألف أو نون أو ته أو يه حسب المتكلم لو كان مذكر أو مؤنث أو جمع بيتحول إلى فعل مضارع. كمان بناء الجملة كان حر بشكل كبير، سواء بدأنا بالاسم أو بدأنا بالفعل المعنى مش بيتغير قوي أو مش بيفرق خالص. في المرحلة الأخيرة من اللغة الكنعانية اتأثرت بالأرامية بشكل كبير، ظهرت قاعدة النطق المزدوج للحرف، بعض الحروف بقت بتتنطق بصوتين أو بطريقتين مختلفتين حسب موضع الكلمة في الجملة وحسب مكان الحرف في الكلمة. القاعدة دي مش موجودة في اللغة العربية، علشان كده يمكن بعضنا ما يستوعبهاش قوي، لكن هي موجودة بشكل واضح في اللغة العبرية. وبسبب كده دخل على اللغة الكنعانية أصوات جديدة، بعض المفردات بتاعة المسميات الاجتماعية زي الأب والأم والأخ والأخت مش بتفرق خالص عن بقية اللغات السامية. كمان أعضاء جسم الإنسان، الراس والإيد والرجل والعين، أغلبها بتشترك فيها مع ولاد عمها من سائر اللغات السامية. مسميات الطبيعة زي الجبل والنهر والوادي والسهل وهكذا، غير كمان مسميات بعض الأشخاص، ولكن زي ما قلنا بتختلف بعض الحروف بشكل بسيط من لغة للتانية. بالنسبة للأعداد بنعد عادي من 1 لـ10 زي بقية اللغات السامية. مش معنى كده ان انت كواحد بتتكلم عربي لو سمعت واحد بيتكلم بالكنعاني هتفهمه بسهولة، مش هتفهمه، لان في ما زال كتير من المفردات غير المتشابهة والمميزة للغتهم عن اي لغة سامية تانية. وزي ما قلنا اتأثرت اللغة الكنعانية بجيرانها من الشعوب السامية مع بداية الألف الثانية قبل الميلاد. انتشرت بينهم اللغة الأكادية، كانت لغة المراسلات والثقافة بين الشعوب السامية في الوقت ده، زي ما شفنا في رسائل تال العمارنة الحلقة اللي فاتت، واللي لقينا فيها كتير من الكلمات والتعبيرات الكنعانية المكتوبة بالخط المسماري الأكدي، ولكن أسلوب الكتابة كان بيعتمد على المقاطع الصوتية. ده مش هينفع معانا، احنا ناس عمليين شوية عايزين نظام أسرع من كده. فظهر الخط الأوجاريتي في شمال كنعان منطقة غرب سوريا، واللي استخدموا فيها بعض الرموز المسمارية الأكدية كحروف أبجدية. كل رمز كان بيعبر عن صوت من ال 22 صوت بتوع اللغة الكنعانية. فضلت أبجدية أوجاريت دي مستخدمة يمكن لأكتر من 100 سنة في الشمال السوري، ولكن برضو احنا ما فرقناش كتير عن نظام البابليين، ما زلنا محتاجين نظام أسهل من كده. في الوقت ده انتشر التدوين بالحبر على الرقاع، سواء الجلد أو على ورق البردي اللي كان جاي من مصر، يعني الخط المسماري خلاص ما عادش هينفع معانا. طيب في الوقت ده كان كتير من العمال الكنعانيين بيشتغلوا في مصر، سواء عمال في مناجم النحاس او في مناجم الفيروز في سيناء، او عمال معمار في طيبة ومنفيس، او حتى جنود مرتزقة في الجيش.
الناس دي احتكوا بالكتبة المصريين، شافوا نظام التدوين بتاعهم، واللي شافوا برضو ان هو كان بيعتمد على المقاطع الصوتية والعلامات المحددة، يعني برضو مش عملي بالنسبة لهم، ولكن ممكن ان احنا نبسطه، ممكن ان احنا نستخدم بعض الرموز منه كنظام ابجدي زي ما عملوا بتوع أوجارت. ومن هنا ظهرت أبجدية سينا، واللي تم اكتشاف أول نصوص ليها عام 1905 في معبد سرابيت الخادم في سينا، وخضعت النصوص دي للدراسة لأكثر من 10 سنين علشان يثبتوا الأصل المصري ليها بمعرفة العالم البريطاني السير ألان جاردنر خبير اللغة المصرية. ولكن في عام 1992 وعند منطقة وادي حول قرب أبيدوس في صعيد مصر، لقوا هناك نقش على أحد صخور الجبال عبارة عن الرموز دي، وتم تحديد عمرها بالتقريب للقرن ال17 قبل الميلاد. هنا بقى أصبح العلماء متأكدين إمتى وفين وإزاي تولدت فكرة أبجدية سينا. رموز وادي حول بتفرق شوية عن رموز سينا، ولكن برضو إحنا محتاجين نبسطها أكتر من كده، لأن بعض الرموز ما زالت بتعتمد على الرسم، مش هتنفع مع التدوين السريع. فكان التطوير في مدينة جوبيل واللي ظهرت فيه الأبجدية الفينيقية اللي احنا عارفينها منتصف الألف الثانية قبل الميلاد أشهر الخطوط اللي اتكتبت بيها اللغة الكنعانية وأوسعها انتشارا، ومن أشهر أثارها كان نقش على تابوت الملك أحرام ملك جوبيل بيعود لعام 850 قبل الميلاد، وكمان نقش للملك كلاموا ملك سمائل أو أرض الشمال برضو كان في نفس الفترة تقريبا، بتبان فيه الكتابة بشكل أوضح، ظهرت فيه مدونة من اليمين للشمال، الحروف مفردة جنب بعضها، مفيش فراغات بتفرق ما بين الكلام وبعضه، التدوين مستمر واللي بيقرأ هو اللي بيفرق الكلام، كمان مفيش حركات للكلام وبرضه بتتفهم من سياق الكتابة، والكلام كان بيتكتب بين السطور زي الكتابة المسمارية. رتب الكنعانيين حروفهم بترتيب أبجد هوز، وهو الترتيب اللي عرفته كل اللغات السامية بعد كده، بل وأغلب الشعوب اللي استخدموا النظام الأبجدي. نشوف كده، الحرف الأول سموه أليف، حيوان أليف يعني، رمزوا له براس الطور، طبعا تم اختزالها بالشكل ده بعد كده. الحرف الثاني بيت، ورمزوا له بمخطط الدار أو البيت. الحرف الثالث جمل، ورمزوا له بشكل الجمل أو ظهر الجمل. الحرف الرابع دالت، وده القفل أو الشنكل بتاع الباب زمان. الحرف ده تغير شوية عن أبجدية سينا. هي ودي صيحة الصلاة أو صيحة الابتهال، طبعا تم تطويرها بعد كده لأن هي كانت على شكل إنسان رفع إيديه. واو، واللي كانت بتعني الإبرة أو مسلة الخياطة. زين، وده كان حرف مش موجود في أبجدية سينا. حيط، حرف الحاء ورمزه الحيطة أو الجدار. طيط، وده حرف الطاء مش موجود في أبجدية سينا، رمزه شبه الطاقة أو الشباك المدور. يود بمعنى الذراع أو الإيد يعني. كف، حرف الكاف، وده كان رمزه كف الإيد. لمد، حرف اللام، وده كان رمزه المهماز بتاع الخيل. ميم، وده كان رمزه شبه مية البحر، ما اختلفش كتير عن أبجدية سينا. حرف نون أو نحش، وده رمزه التعبان. صمخ، وده الحرف اللي قلنا عليه السين المفخمة، رمزه اتغير شوية عن أبجدية سينا. حرف عين، ورمزه العين البشرية، واضحة جدا. بي، وده زي صوت البي التقيلة في الإنجليش، الصوت ده مش موجود في اللغة العربية وبداله جه حرف الف. صاد، وده صوت أصيل في اللغات السامية، ورمزه الشص أو الصنارة بتاعت الصياد. قف، وده برضو من الأصوات السامية الأصيلة، رمزه كان بالشكل ده وتغير شوية عن أبجدية سينا. رش أو رش، وده حرف الر، رمزه الراس. شين، وده رمزه القوس، طبعا اتعدل شوية عن أبجدية سينا. تاو، وده آخر حاجة حرف الت، ورمزه الكروس أو التقاطع. 22 صوت ب22 رمز في الأبجدية الكنعانية أو الفينيقية تم استخدامها كلغة مراسلات للكتابة والمعاملات التجارية واليومية من منتصف الألف الثانية قبل الميلاد لمنتصف القرن الأول الميلادي تقريبا. وعن الكنعانيين أخذ الأراميين نفس الأبجدية، استخدموها لفترة لحد ما طوروا أشكال خاصة بيهم، منهم أخذ العبرانيين حروف لغتهم، والعرب من بعدهم بزمن كبير، هنتكلم في الموضوع ده تفصيلا في وقت لاحق. وعن طريق مستعمرات الفينيقيين في الشمال الأفريقي انتشرت الأبجدية دي فيما وراء البحار. انتشرت كمان اللغة بلهجة مختلفة في شمال أفريقيا ومالطا وصقلية وجزيرة سردينيا، سماها الإغريق اللغة البونيقية، وكان صوت القاف فيها ظاهر بشكل كبير عن لهجة أهل الشرق،
يمكن ده لسه له بقايا مع إخواننا في تونس والجزائر لغاية النهاردة في لهجتهم الدارجة. كمان استخدمها الإغريق في وقت لاحق برموز مشابهة علشان يكتبوا اللغة بتاعتهم وبنفس المسميات تقريبا وترتيب الحروف. طورها عنهم اللاتين واستخدموها بعد ما أضافوا لها بعض الأصوات في لغتهم، ومنها انتشرت في كل اللغات الأوروبية ولغاية دلوقتي. شفتوا بقى فضل الفينيقيين على الحضارة الإنسانية كان كبير قد إيه؟ وبرغم تقدم الكتابة عند الكنعانيين لكن هم كانوا قليلين جدا في الكتابة عن نفسهم، كانوا ناس عمليين لدرجة ان هم مظهرش فيهم شاعر مشهور او كاتب يقدر يكتب امجاد الملوك. الاثار اللي لقيناها عند الكنعانيين بشكل عام قليلة مقارنة بالشعوب التانية، ولولا اهتمام الامم التانية بيهم وكلامهم عنهم كانت راحت حضارتهم في طي النسيان زي ما راحت ممالك كتير قديمة محدش يعرف عنها حاجة لان هم ما كتبوش عن نفسهم حاجة. بحلول القرن الرابع قبل الميلاد اجتاح الاسكندر الاكبر منطقة الشرق الاوسط عموما بجيوشه، اتقسمت من بعده الممالك على قواده، حكم السلوقيين بلاد الشام والعراق، ده كان سبب في زوال اغلب الحضارات القديمة ومنها حضارات وممالك الكنعانيين. انتشرت الثقافة الارامية والاغريقية بين الناس وانتهت لغة الكنعانيين من التاريخ، ولكن فضلت حروفها ومسمياتها بنتعلمها جميعا مع اول يوم لنا في المدرسة، اللي بيقول ألف ب ج د واللي بيقول A B C D. في حلقاتنا اللي جاية ان شاء الله هنكمل رحلتنا مع اللغات السامية ونشوف ازاي تطورت وايه الاثر الثقافي ليها في عديد من الحضارات والامم التانية. اكد على اشتراكك في القناة وتابع صفحتنا على فيسبوك. خالص الشكر لمتابعينا اللي بيدعمونا عن طريق الاشتراك في القناة او خاصية سوبر تانكس، دوس على الزرار الابيض اللي تحت تفهم اكتر. في انتظار تعليقاتكم واستنوا مزيد من حلقاتنا على قناة أقل الراوي.